مشاهدينا نتحول إلى روبير والاطلاع على آخر الأرقام الخاصة بالولايات الأمريكية في سباق الانتخابات الأمريكية. مروج، مزيد من الأرقام ومزيد أيضا من القراءات. نبدأ من الولايات الشمالية. نبدأ في هذه الولايات الشمالية وتحديدا من ولاية ويسكونسن. في ولاية ويسكونسن تقارب كبير جدا. الأعضاء في هذه الولاية ضمن المجمع الانتخابي الأصوات 10 أصوات. في النتائج الأخيرة هذا التقارب 15,000 صوت لصالح دونالد ترامب. دونالد ترامب يصل في هذه الولاية إلى تقارب كبير مع جو بايدن. نذهب من ويسكونسن إلى ولاية ميشيغان، والأعداد في ولاية ميشيغان 16 صوت في المجمع الانتخابي، وأيضا النتائج تأتي كالتالي في ميشيغان. الفارق بدأ يعني أكثر من 200,000 صوت لصالح دونالد ترامب، 2,218,000 صوت لدونالد ترامب، و2,020,000 صوت لجو بايدن. نذهب إلى بنسلفانيا، وفي المجمع الانتخابي لديها 20 صوت أو 20 عضو في بنسلفانيا، 43% لبايدن و56% لدونالد ترامب، ما يعني بأن الفارق يتجاوز 13 نقطة لصالح الرئيس دونالد ترامب. في هذه القراءة أيضا نعود من جديد إلى ولاية جورجيا، 48% لبايدن، 51% لدونالد ترامب، أيضا هذا التقارب في الأصوات. نذهب فيه إلى جورجيا، الأرقام التي تصدر في هذه الأثناء، يتقدم الرئيس دونالد ترامب بأكثر من 100,000 صوت. دونالد ترامب 2,382,000 صوت، وجو بايدن 2,280,000 صوت. إذن هذه الولايات الشمالية، ويسكونسن، ميشيغان، بنسلفانيا، والولاية الجنوبية الشرقية وهي ولاية جورجيا، تثبت هذا التقدم والتقارب، ولكن المحسوم بأن ولاية بنسلفانيا تحقق التقدم الأكبر لدونالد ترامب، 56% لترامب و43% لجو بايدن. وتكون الأصوات في ولاية بنسلفانيا، هذه الولاية الحاسمة والتي فيها 20 صوت في المجمع الانتخابي، التقدم يلامس دونالد ترامب 3,000,000 صوت، فيما يذهب الرئيس جو بايدن إلى 2,341,000 صوت، أي الفارق بدأ يتجاوز 700,000 صوت في ولاية بنسلفانيا والتي فيها 20 صوت في المجمع الانتخابي. طبعا سنتابع معكم مزيد من الأرقام ومزيد من القراءات. نذهب إلى ولاية نيفادا، هذه الولاية الغربية، 49% في نيفادا لدونالد ترامب و 49% أيضا لجو بايدن. التقارب الحاصل في هذه الولاية أيضا والتي فيها 6 أعضاء في المجمع الانتخابي، التقارب يأتي كالتالي: 588,000 صوت لجو بايدن و 580,000 صوت لدونالد ترامب. فيما الاستمرار في فرز الأصوات في ولاية نيفادا قد تمنح المرشح الديمقراطي 6 أصوات، فيما تمنح ولاية بنسلفانيا المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب 20,000 صوت. سنعود إلى مروج وسنتابع هذه القراءة مع تجدد كل الأرقام في هذه الولايات الأخيرة والتي تتجاوز لا تتجاوز 7 ولايات فقط.